دابا اليوم عندي سقوط راس الحر لجسم، هذا درس كامل ديال سقوط راس الحر. انا لقيت منها مراجعه الدرس داكشي اللي تحط، وفيها تمرين الاسئله كتوضع في هذا الدرس ديال سقوط الحر. لذلك لقيت احسن تمرين هو التمرين اللي تحط في 2019 الدوره الاستدراكيه بالنسبه للشعبه ديال البيسي، ولكن هذا راه ملزم بالنسبه لجميع الشعب، تابع الشعبه ديال علوم حياه والارض. اشنو هو السقوط الحر؟ السقوط الحر هو فاش كيكون الجسم خاضع لوزنيه فقط، يعني كيكون الهبه اللي خدامه. نشوفوا التمرين ونفهموا اكثر. نقذف راسيا نحو الاعلى، يعني الجسم اللي كرمل وكرمل نحو الاعلى. وإلا كرمل نحو الاعلى شحال من القوه متبقى عليه؟ وحده اللي هي بي، وخير منه نحو الاعلى ولا نحو الاسفل. الاسفل راه كاينه هي قوه بي، اش هو الاختلاف؟ هي منحى السرعه البدئيه. السرعه البدئيه فين كانت؟ في المره في اللحظه اللي كتصاوب السرعه. شوف نقذف راسيا نحو الاعلى عند لحظه نختار واصل التواريخ بسرعه بدئيه بزر، واحد السرعه بدئيه. الكره كتلتها ام من نقطة أ توجد على ارتفاع 10.2 من سطح الأرض، رسم الشكل باش نفهمك. هذا هو السطح ديالنا ديالك، والكرة رميناها من هنا، رميناها بعيدة على سطح الأرض واحد المسافة اللي كتسمى أش، بعيدة على سطح الأرض بأش من هنا، ورميناها بواحد السرعة بدئية اللي هي كتسمى فيزيرو، فيزيرو. فهمنا؟ إذا من نقطة أ على توجد على ارتفاع من سطح الأرض ندرس حركة مركز الوصول لهذه الكرة في مرجع مرتبط بالأرض، نعتبره جاليا، نعلم عند اللحظة تي موضع النقطة جي في المعلم أوكا في منسوب الزيت، يعني المعلم اللي اختاره هو أوكا، يعني كي غرسموه ها هو منطابق مع سطح الأرض. وموجه نحو الاعلى، ديما اختار المعلم اللي اختار لك هما، ما ديرش حاجه من راسك، المعلم اللي اختار. اذا وكان موجه نحو الاعلى، اجي لك هنايا نعتبر ان دافعه الخامس وقت الاحتكاك مهمله، يعني اف او اف ما كاينينش، وبالتالي عندنا السقوط حر. اجي لك هنا عارف السقوط الحر، السقوط الحر يخضع الجسم الوزنيه فقط، فقط. هذا هو التعريف ديال السقوط الحر. تعريف ديال السقوط الحر، الجسم يخضع لتأثير وزنه فقط بالخدمة. نشوف السؤال الثاني، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. دابا غنطبقوا القانون الثاني لنيوتن، واخا قبل ما تطبق القانون الثاني لنيوتن دير دراسه تحليليه، مجموعه البوصه هي الكريه شحال القوه تبقى عليها، بحال قلنا سقوط حر، يعني كاين غير بي وزن الكريه. ودابا تطبق القانون الثاني لنيوتن، اش كيقول؟ مجموع القوى المطبقه على الجسم كتساوي انرجي. شكون هما القوى؟ كاينه قوة وحدة كنقولها ونعاودها، سقوط حر، يعني كتكون هي بي بحال شكل، بحال شكل القذيفة. بي القذيفة عندها قوة وحدة اللي هي بي، والسقوط الحر كاينه بي. إذا بي كتساوي إم أر جي. نديرو الإسقاط على إيش؟ على المحور أوكا. طلبوا هما أوكا، تعرفوا نديرو أوكا. أش غنعطينا؟ بي زد كتساوي إم أ زد. كي دايره بي ماشي مثل بي، كي دايره بي مع هاي بي مشهور، بي معروفه، بي موجهه للمنحى ديالها نحو الاسفل. اذا بي غتشوف تحت، اذا غتكون ناقص بي، اش هي ناقص بي؟ كتساوي ام ا زد. واش هي بي؟ هي ناقص ام في جي كتساوي ام ا زد. ام ما تمشي مع ام، اذا اش كتكون يا الأدم أزيد كتساوي ناقص جي. نشوف ونعاود نرجع للسؤال، واش جاوبت على السؤال؟ السؤال شنو هو؟ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن طبقناه، أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة فيزيت لمركز القصور جي. فين هي فيزيت؟ رحنا أزيد خصنا
اذا الزيت راه هي دي في الزيت على دي تي وهي اللي كتساوي ناقص جي. اذا الجواب كملنا، هذه هي اللي كتسمى المعادله التفاضليه لان فيها المشتقه وقت ما لقيتي معادله مشتقه هذيك اللي كتسمى المعادله التفاضليه اللي ما كتنقص جي. جاوبنا على السؤال. اذا السؤال الاول عرفنا السقوط، السؤال الثاني هنا المعادله التفاضليه، نشوف السؤال الثالث. بين ان المعادله الزمنيه لحركه جي تكتب على الشكل، انا شفت لكم في القوانين ديال نيوتن كنشوفوا طبيعه الحركه، حنا الزد خرجت لنا كتساوي كونستانت. اذا حركه الكره هي حركه راسيه، حيت غادي بشكل راسي متغيره بالتضاد. شكون اللي قال لي متغيره بالتضاد؟ حيت التصارع خرج ليا ثابت كتساوي لي ناقص جي وجي عارفه القيمه ديالها. اذا متغيره بالتضاد، اذا المعادله الزمنيه تكتب على الشكل التالي كما علمتكم. اشنو هو الشكل اللي كتكتب عليه؟ كتكتب ان اكس تساوي، حنا ما عندناش الزيت الطلب عندنا الزيت، اذا الزيت تساوي ناقص ماشي ناقص واحد على جوج ا، واحد على جوج ا زيت تي اس اثنان زائد بلا زيرو تي زائد زيد زيرو. نفهمو هذا واحد على جوج ا زيت يعني التصارع، التصارع خرجينا ناقص جي نعوضها، في زيرو هي السرعه البدنيه باش حنا السرعة اللي طاق بها الجسم راه عطاها لينا بالسرعة البدنية في زيرو، وبعض التمارين كانوا يكملوا بسرعة بدنية، إلا كانوا يكملوا بسرعة بدنية حيدها تساوي الصفر، والزد زيرو هي اللي انطلق الجسم في اللحظة اللي كتساوي الصفر، في اللحظة اللي كتساوي الصفر فين كان الجسم؟ الجسم في اللحظة اللي كتساوي الصفر حسب الشكل ها فين كان؟ بشحال بعيد على الأصل أو بعيد بالمسافة أش، إذا الزد زيرو كتساوي تفهمنا الطلبة الزيزو، وبعد خطرات التمارين تيكون الجسم طاق من او، إلا طاق من او إذا الزيزو كتساوي الصفر، إذا بشحال بعيد على او كتساوي الصفر، ولكن في هذه الحالة ديال التمرين عندنا فيزيغو مخالف الصفر والزيزو شحال كتساوي، يعني منين طاق الجسم طابور الأصل ديال المعلم، شحال بعيد على أصل المعلم، بعيد على أصل المعلم بالمسافة اش، إذا الزيزو كتساوي اش، إذا اش غادي نكتب؟ زد كتساوي واحد على جوج ازيد كنا على ناقص جي على حسب الجوال بدانا ناقص جي تي اس اثنان زائد في زاوية تي وزيد زاوية قلنا هي اش. اشنا هي اش؟ هي الموضع ديال الجسم عند اللحظة اللي كتساوي صفر. هيا بينا كيفاش بينا؟ كتبنا غير ان الحركة متغيرة بانتظام، كتعطيني الحق نكتب هذه العلاقة مادام ان الحركة لا ما تمشي تبرهن عليها حيت قرينا في قوانين نيوتن. نمشيو للسؤال الاخر، السؤال الرابع، مسح السبوره باش نقدر نجاوب. السؤال الرابع قال لك يمثل منحنى الشكل جوج، ها هو الشكل، تغيرات السرعه في زد بزلاله الزمن باستغلال هذا المنحنى او جي التعبير العدد المعادله للمعادله السرعه. عندنا جوج طرق باش نجيبو الفيزيت، كاينه الطريقه الاولى اللي علمتكم في قوانين نيوتن اللي اش كتقول؟ كتقول لي بان في اش كتساوي؟ ا تي زائد في زيرو، حنا عندنا الاسقاط على زد الفيزيت كتساوي ا زد تي زائد في زيرو، هادشي اللي قريناه في الدرس، ولكن هما ما بغاوهاش هادي، بغاو باستعمال. قال لك يا هنايا السؤال فينا هنا يمثل منحنى الشكل فيزيت ديال الزمن باستغلال هذا المنحنى، يعني خصك تستعمل هذا المنحنى باش تبداو فيزيت. تعلمنا كاين جوج انواع ديال المنحنيات، كاين منحنى عباره عن داله خطيه هو اللي كيكون مر من اصل المعلم، وكاين منحنى بحال الشكل ديال هذا عباره عن داله تآلفيه. اذا
المنحنى عبارة عن دالة تعالفية. دالة تعالفية كيفاش تكتب؟ Y كتساوي AX plus B. Y عندنا شكون هو Y؟ هو الفيزيت، هو مضارب الفيزيت. وشكون هو X؟ هو T. المتغير عندنا هو T. وشكون هو B؟ هو الأرتوب عند الأصل. أش هو الأرتوب عند الأصل؟ باش بدا المنحنى في اللحظة التي كتساوي الصفر ولا عند هدف عند الأصل. بشحال بدا؟ جوج، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة. عشرة من الأحسن تيريو البي دي إف وديرو قدامكم تشوفوا فيه. إذا لا، ثمانية عشرة، إذا الأرتوب عند الأصل هو B كتساوي عشرة. هي المعامل الموجه، فرق المرتوبين على فرق المفصولين. عرفتي شنو النقطة اللي سهلة هذي وتعجبني البساطة؟ النقطة الأولانية هي 10، هي هادي 10 هنايا، وهذاك الاسقاط عليها كيف ما تجي؟ ما تجي مع الصفر، يعني فوق 10 ولتحت صفر. نختار شي نقطة أخرى، مثلا نختار هاد النقطة، نختار شي نقطة اللي باينة واضحة. هي هادي يلا، هنا شحال جاتني؟ 6، ولا درت لها الاسقاط على هنا شحال تجيني؟ 0.4. إذا هنا 6 على 0.4. واش كملت؟ أنا قلت لكم فرق الأرتوبين على فرق المفصولين، درت الفرق ولكن بالبال الوحدات. في زيد شنو الوحدة ديالها؟ متر مع السكوت، يعني ما كاينش الخطأ. الأخرى شنو الوحدة ديالها؟ السكوت، يعني ما كاينش الخطأ. إذا يكفي نمشي نحسب ونشوف شحال، إلا خرج هذيك الكالكولاتيس غتخرج ليا 10. إذا في زد، شنو هي في زد؟ إذا هي 10 تي زائد 10. شكون اللي عطاني هذي؟ عطاها ليا المنحنى. نمشيو نرجعو للسؤال. هو أنت المنحنى شتا بجوج تغييرات سرعة في زد بدلالة الزمان باستغلال هذا المنحنى وشي تعبير عددي لمعادلة السرعة في زد. يوم يا هو مركز القصور جي خلال المنحنى. نمشيو السؤال اللي خلال دابا السؤال، هذا السؤال الرابع جاوبنا عليه. واخا احنا سالينا السؤال الرابع. يمر مركز القصور الجي خلال مرحلة الصعود، فاش كيكون طالع الجسم ياك فاش كيوقع عليه، يمر من النقطة ب، يعني فاش كيكون غادي كيدوز من واحد النقطة ب، ها هي، التي توجد على ارتفاع الد من سطح الأرض بسرعة، يعني بشحال بعيدة هي هذه على سطح الأرض، واحد المسافة من هنا لهنا كاينة المسافة د، بسرعة د ب كتساوي 3 متر في السكوت، ياك هنا بين ان هذه المسافه دي كتساوي 5.5 سم. فاش كيقلبوا على المسافه كنمشيو مباشره كنقلب على المعادله الزمنيه اللي خرجنا بها. المعادله الزمنيه اللي خرجنا بها شنو هي؟ زد كتساوي ناقص 1/2 جي تي اس ايتان زائد فيزيرو تي زائد اش. هذا هو، هذه هي اللي كتخرج ليا المسافه. كنقولها ونعاودها، المعادله الزمنيه هي اللي كتعطيك باش تجبد المسافه. علاش؟ حيت المسافه عندنا دي هي هذه. مثلا وصل بي ارسمها، مثلا نقولوا بي هي هذه، هي هذه المسافه دي، هذه هي المسافه دي. اذا المسافه دي كما كتشوفوا هي اش؟ هي زد بي ناقص زد او. المسافه دي، المسافة بي هي زد بي ناقص زد او، والزد او هو الصفر. إذا راه دي هي زد بي، علاش؟ لأن هذي كتساوي صفر. إذا باش تحسب دي يكفي تعرف زد بي، وباش عاد تعوض في المعادلة الزمنية هنايا، إلا درتي هذي، إلا درتي هذي زد بي خص تكون عندك دي بي، خصك تكون عندك اللحظة دي بي. وما جي وفيزيو اش راه عندنا؟ السرعة الذكية عندنا، إذا عيب خاصني هي اللحظة دي بي. وباش نعرف اللحظة دي بي نرجع للمنحنى، حيت عطاوك في بدلالة دي. عندنا فاش كتكون في بي كتساوي شحال؟ عطاونا في بي كتساوي 3 متر سكوند، 3 متر سكوند موزان تكون تي بي كتساوي 3، مش نقول 3، ها هو 1 هنا
درتها بإسقاط على المحانة، قطعتني طيب هنا يسار مسار 10.6 هي هذه يسار مسار 7.6. في حالة هذه إلا عطاوكم المحانة، في حالة ما عطاوناش المحانة كنستعمل المعادلة ديال هاد السرعة، معادلة يعني في معروض في بالقيمة ديالها وخرج التي هادشي في حالة دابا ممكن لقيت تي، واش ممكن نحسب زد بي؟ ممكن نحسب زد بي، عادي غير التطبيق العددي، التطبيق العددي اش ناقص واحد على جوج، جي شحال القيمة اللي عطاونا في جي في التمرين؟ ممكن إما يعطوك 9.8 ولا يعطوك 10، بحال مثلا هذا التمرين إلا كون عطوها الفوق في لأن التمرين تيتوفر على جزئين، حنا نعتبرو 9.8 9.8 و تي بي قلنا هي 0.7 وما نساوش القيمة بالسنان، و فيزافو هي السرعة الذهنية اللي تنطق بها الجسم، السرعة الذهنية اللي تنطق بها الجسم هي عند اللحظة اللي كتساوي صفر، إلا عوضت هنا بتي كتساوي صفر غتعطيني الفيزافو، يعني في اللحظة اللي كتساوي صفر كتساوي 10، ما فهمتيهاش كنرجع للمنحنى، المنحنى كتعطينا السرعة كاملين، يعني عند اللحظة اللي كتساوي صفر فين كان المنحنى؟ كان في القيمة 10، إذا الفيزافو كتساوي 10 زائد 10 صفر صفر زائد اش الاش الارتفاع اللي عطاونا الاولاني عندي فوق المعطيات رجع عندي اش كتساوي 1.2 متر هنايا ما جمعتش المعطيات هي زائد 1.2 متر ونربط نربط هنايا عندنا في ياك ناقص إذا بتخش لكم الارتفاع هو 5.8 متر إذا زد بي اللي هي إذا النقطة بي كاينة بعيدة على سطح الأرض بمسافة 5.8 متر صافي تفهمنا نعاود نذكركم كيفاش تمات الجواب على هذا السؤال دابا طلبوا المسافة باش نجاوب على المسافة بين أن دي يعني كيقلبوا على مسافة المسافة شكون اللي كيعطيها ليا كتعطيها ليا المعادلة الزمنية اللي هي هادي اللي هي اش هي دي هي بشحال بعيدة النقطة بي على سطح الأرض يعني إلا بغيت دي هي زد بي ناقص زد زو هاد شكلها في الرياضيات كانت في الإعداد زد زو كيساوي صفر لأن الأصل منطبق مع الأصل إذا كتساوي زد بي يكفي معوض هنا هنا فاش كنعوض كتولي هاد تي بي هاد تي بي اما غتخرجها بالمعادلة ديال السرعة ولا غتخرجها بالمنحنى ديال التمرين وكنعوض وكتخرج ليا بطبيعة الحال المسافة دي نمشي دابا للسؤال الآخر اللي هو نقذف من جديد سؤال السادس نقذف من جديد الكرة رأسيا نحو الأعلى غرموها نحو الأعلى نفس ولكن بسرعة بدية كتساوي 8 في السؤال اللي قبل شحال رميناها ب 10 هذه المرة رميناها ب 8 بسرعة أقل السؤال عند لحظة التواصل التواريخ هل يصل مركز القصور جي إلى النقطة ب واش غتوصل لي ب بعيدة ب 5.8 هنا نديرو أشنا هو أقصى نقطة غتوصل ليها أش هي أقصى نقطة لأن فاش كنرميو مثلا شي جسم أش كيوقع ليه هانتوما ردو البال فاش كنرميو شي جسم نحو الأعلى كيوصل حتى لواحد القمة وكينزل في ديك القمة اش كيوقع ليه كيغير المنحة ديال الحركة ديالو كان طالع كيبغي يهود قبل ما يبغي يدي المنحة خصو يوقف يعني نعطيو النقطة اللي غيوصل لها هي مثلا السي لتكون السي هي النقطة الحدية التي ستصل إليها الكرية يعني في هاد البلاصة أش غنوقع للكرية غادي توقف خصنا نشوفو اللحظة اللي غيوقع فيها اللي غيوقع فيها غتوقف فيها الكرية عندها علاقة أش كتقول في زيت كتساوي أ زيت دي زائد في زيرو قلنا عند النقطة سي غادي النقطة الحدية التي ستصل إليها الكرية غتكون السرعة كتساوي صفر إذا
ناقص فيزابو على ا زيرو ونعوضو هي فيزابو شحال هنا فيزابو هي السرعة الضوئية اللي انطلقت بها الكرية في السؤال الساس اللي هي 8 والتصاعد على الزد راه كما هي ناقص الشيء هي ناقص 10 ناقص مع ناقص عيعطينا الزائد اللي هي 0.3 سكوت إذا الكرية فاش غادي توصل للقمة السيبة تماما مع 10 سيبة باش تكون واش تكون فوق من البي ولا تحت من البي تما غتكون اللحظة شحال وصلت 0.8 سكوت ولكن السؤال اش مطلوب مني واش الكرية غتوصل للنقطة بي ولا غادي تفوتها ولا ما غتوصلهاش مرة إذا باش نجاوب هاكس على هاد السؤال خصني نقلب على ديك الزد سي هاد النقطة اللي النقطة الحدية نقلب على الأفصول ديالها شحال كيساوي إلا كان داك الأفصول قبل ما أكثر من 5.8 إذا غتفوت بي إلا كانت قليل منها راه ما غتوصلش بي إذا غنقلب على الزد هي واحد على جوج جي تي سي وسينا زائد في زيرو تي سي زائد اش هنا الطبع عندك تعمل في زيرو ديال السؤال اللي قبل حيت غيرنا السرعة الضوئية إلا ما عندي في زيرو بخي وندير تسبق العدد هي ناقص واحد على جوج جي قلنا حنا استعملنا 10 تي سي قلنا هي 0.8 ورفع وسينا زائد فيزارو بخيم فيزارو بخيم هي 8 0.8 زائد اش اللي عطاونا اللي هي 1.2 عطينا لكم في المعطيات ونحسب هذا الحساب هو اللي غيوريني واش غتفوتها ولا غتكون قل منها اذا على حسب إذا غتخرج لكم 4.4 إذا هاد النقطة سي بشحال بعيدة 4.4 وبي بشحال بعيدة ب 5.8 متر واش غتوصل ليها لا يعني عطوك هاد السي كاينة قبل من بي إذا الجواب شنو هو هل يصل مركز الوصول جي إلى النقطة بي لن يصل لن يصل إلى بي علاش؟ لأن زد سي اللي هي القمة اللي أكبر نقطة توصل ليها الجسم جانا صغار من زد بي إذا الجواب غيكون ما غتوصلش على جوابك هذا تبارك الله كله راه تعليم هذا كافي وشافي